كيتسموا لو كونتر اكزومبل. لو كونتر اكزومبل هو انه الان لو كان محسن ياجور متواجد في البطوله الان وكان كيلعب مع الرجاء هو الهداف. دونك فين هو هذاك لو جون اللي غادي ينافس مثلا اللاعب اللي هو عنده اللي كي اجي. دونك اللاعب اللي هو شاب وصغير وغادي يوصل خاصو يشتغل، ماشي انا اللي غادي ناهلو. خاصو هو يبين لنا انا هو بادير مواضيع تقنيه وتكتيكيه وتيشاب كيجتهد. اللاعبين اللي موجودين هنايا عندنا واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي عندهم 23 سنه 24 25 بالحال باقي لاعب شاب، الرحيمي باقي صغير، الحداد باقي صغير، اوك باقي صغير. يمكن الاستثناء اللي كاين الان موجود يعني في ظل ربما غياب ديال واحد المجموعه اللاعبين اللي مع المنتخب الاولمبي، وعندنا مجموعه مع المنتخب الاول، وعندنا اصابات، عندنا اصابات، وبالتالي استدعاء مثلا بن عمر العمر ديالو 31 سنه، ماشي شي واحد اللي هو كبير بزاف، 31 سنه. محسن ياجور تنظن كان عنده 35 34 سنه هو الهداف ديال البطوله. دونك فين هما هاد لي جون؟ دونك هاد لي جون باش كيسمعوا مثلا محسن ياجور والبيتور تيخصهم يديروا كيو نورمالمون. حنايا بصدد تهيئات واحد اللوائح على كل لاعب، يعني حتى من الناحيه الدينيه بديت انا المدرب. انا ما بغيتش نقول نسميه دكتور، علاش؟ لانه وصلني خبر الاسبوع اللي فات شي واحد من المنتقدين قالها واش جيتي جبت لهم دكتور نفسي راه بغا يداويهم واش هما امراه. الناس ما عندهمش درايه، وبالتالي غنبدلو شي شويه المونجاج ديال دكتور نفسي نقول مدرب ديني. مدرب ديني لانه في العصر ديالنا الرؤساء او ربما المديرين ديال الشركات الكبار تحتاجوا دكتور ولا مدرب كوتش مونتال ولا ما كذا، مع الاسف انه الناس ما عندهاش درايه، وبالتالي حنا بدينا بصدد يعني وضع لوائح سيدي فيش دو بيرسونيل ديال كل لاعب باش نشوفوا الخصائص اللي عندهم من الناحيه التقنيه والتكتيكيه ومن الناحيه الدينيه البدنيه والذهنيه بالخصوص. يعني ما وقع في مباراه الرجاء خير دليل لانه يجب يعني ان نحتضن هذا اللاعب، خاصنا ناطروا اللاعب. انتم عارفين ما وقع بعد مباراه الرجاء، هذه ضروريه وهذه هي ربما هذا هو الجواب اللي هو الذي يمس اللاعب المغربي في العمق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.